بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء. النهاردة بناخد موضوع التفاضل، وموضوعنا النهاردة هو نهاية المالى نهاية، وممكن كمان إن شاء الله لو في وقت ناخد نهاية الدوال المثلثية. أول قاعدة بناخدها وإحنا بناخد نهاية المالى نهاية إنه نهاية واحد على سين لما السين تقترب من المالى نهاية بتساوي صفر. ازاي يا استاذ؟ نقول له انت عندك قاعده بتقول انه كلما زاد المقام قلت قيمته، فما بالك بقى لما يزيد ويبقى ما لا نهايه، يبقى واحد على عدد كبير جدا يقرب من ما لا نهايه، فاحنا نقول له الناتج بيساوي صفر. تسال بنت او يسال ولد يقول لك هو لازم واحد يا مستر ولا ممكن يبقى عدد تاني؟ فراحوا قالوا قانون تاني، قال لك نهايه الف على سين لما السين تقترب من ما لا نهايه الف ده ياخد اي رقم، برضو الناتج بيساوي صفر. يسأل واحد تاني يقول لك هو لازم سين، ما ينفعش سين تربيع، ما ينفعش سين تكعيب، فراحوا عملوا قانون تالت، قال لك انه نهاية ألف على سين السنون لما السين تقترب من ما لا نهاية بتساوي صفر. نخرج من الكلام ده ومن القوانين الكتيرة اللي احنا خدناها دي ايه؟ قال لك لما تبقى سين في المقام والسين تقترب من ما لا نهاية بأي شكل من الأشكال اللي انت شفتها دي الناتج بيساوي صفر. يبقى لما تبقى سين في المقام والسين تقترب من ما لا نهايه، ها، يبقى الناتج بيساوي صفر. طيب افرض لو سين في البسط يا استاذ نعمل ايه؟ نقول له نهايه سين لما سين تقترب من ما لا نهايه بما لا نهايه، لانه هعوض عن السين بما لا نهايه هتطلع ما لا نهايه. طيب لو معانا عدد نقول له نهايه الف سين لما السين تقترب من ما لا نهايه برضه بما لا نهايه. طيب لو كانت السين دي أس 2 أس 3 أس 4، فقال له نهاية ألف سين أس نون لما السين تقترب من ما لا نهاية بما لا نهاية. نخرج برضو من الثلاث قوانين اللي احنا خدناهم بثلاث أشكال مختلفة، مرة بالسين ومرة بألف سين ومرة بألف سين نون، إنه لما السين تبقى في البسط والسين تقترب من ما لا نهاية الناتج يطلع ما لا نهاية. عاملين احنا الاتنين جنب بعض عشان نعمل مقارنة بينهم، لما السين تبقى في المقام والسين تقترب من ما لا نهاية الناتج صفر، لما السين تبقى في البسط والسين تقترب من ما لا نهاية الناتج ما لا نهاية. بس ما تنساش القوانين دي لان احنا بنستخدمها، نهاية واحد على سين لما السين تقترب من ما لا نهاية بصفر، نهاية السين لما السين تقترب من ما لا نهاية بما لا نهاية. خلي بالك من التناقض ما بين السين اللي في المقام والسين اللي فين في البسط. يا ترى المسائل بتتحل ازاي يا استاذ؟ نقول له تعال نشوف مسألة. نهاية 2 س تربيع ناقص 3 على 5 س تربيع زائد 4 س زائد 1. كلمة هنقولها في كل مسألة بنقسم على س ذات أكبر أس في المقام. يعني انا بقسم على ايه؟ على س دي اللي اكبر اس في المقام اللي هتبقى معايا هنا س تربيع. هنقولها كده باستمرار. خلي بالك هو مدي لك اختيارات، دايما في اي مساله فيها اختيارات انت لازم تحل برضو، يبقى احنا هنحل اهو، بس هعلمك دلوقتي ان احنا ممكن نحلها بمجرد النظر. الحل بنقسم على س تربيع. اشمعنى س تربيع؟ هي س دي اللي ذات اكبر اس في المقام يا مستر اللي انت قلت عليها. هقسمها فين يا مستر؟ نقول له هقسمها بسطا ومقاما. طب يلا نقسم يا استاذ. س تقترب من ما لا نهايه، هنقسم كده بمجرد النظر، 2 س تربيع على س تربيع فهل 2، 3 على س تربيع يبقى 3 على س تربيع، 5 س تربيع على س تربيع فهل 5، 4 س على س تربيع يبقى زائد 4 على س، زائد 1 على س تربيع. أي حاجة على س زي ما احنا اتفقنا والس تقترب من ما لا نهاية تبقى بصفر، يبقى ده كده بصفر، وده كده بصفر، وده كده بصفر، والناتج الناتج يطلع 2 على 5. لو خدت بالك من المسألة هتلاقي إنه س ذات أكبر أس في البسط بتساوي س اللي ذات أكبر أس في المقام، يعني اللي في البسط هنا الأس بتاعه بيساوي اللي في المقام هنا. يبقى على طول الناتج المعامل بتاع س دي مع المعامل بتاع س دي. يبقى أنا لو جات لي المسألة اختيارية كده، وخلي بالك هو عايز يلخبطني، كاتب لي هنا 5 على 2 وكاتب لي هنا 2 على 5، أقول له المعامل على المعامل، يبقى الناتج 2 على 5. يبقى المسائل دي ممكن ما اكتبش الخطوات دي لو هي مسألة اختيارية، ها، لكن لو مسألة مقالية يبقى لابد إن أنا أكتب الحكاية دي.
خلي بالك ان انت ممكن تمتحن وتيجي فيها مسائل مقالية، يعني يبقى في مسائل اختيارية وفي مسائل مقالية. الملحوظة اللي احنا عايزين نقولها، بنقول فيها اذا كان اكبر اس للمتغير س في البسط بيساوي اكبر اس للمتغير س في المقام، زي كده اكبر اس هنا س تربيع وهنا برضو س تربيع، يبقى الناتج معامل اكبر اس للمتغير س ده على معامل اكبر اس للمتغير س ده، يبقى الناتج يطلع 2/5. والله لو بحل مسألة اختياري هبص كده واقول له الناتج يطلع 2/5 واختارها وابقى وفرت وقت المسألة تانية. احنا بنعلمك ان المسألة دي ممكن تحلها جبري عادي بخطوات، وساعتها لازم نقول الجملة دي بنقسم على س ذات أكبر أس في المقام، وبعدين بنقسم عليها في البسط والمقام، والحاجة اللي فيها س في المقام بتصفر ونبدأ نكتب الباقي. لكن الملحوظة دي بتقول لي إيه؟ لو المسألة مقالية وأنا عايز أطلع الناتج بمجرد النظر، فهات معامل س تربيع هنا وهات معامل س تربيع هنا. عارف طبعا هتسأل وتقول لي طب افرض السين اللي في البسط كانت اقل من السين اللي في المقام، هنعمل ايه يا استاذ؟ نقول له تعالى ناخد مسألة كده. مسألة بتقول 3 س تكعيب زائد 5 س تربيع على س اس 4 ناقص س تكعيب زائد 3. واضح جدا انه اكبر اس في المقام في البسط اقل من اكبر اس في المقام. هنشتغلها الاول، وبعد ما نشتغلها هنختار الحل، ونعلمنا ملحوظه هنا ازاي احل المساله دي بمجرد النظر. فاول خطوه بنقول له بنقسم على س ذات اكبر اس في المقام، اكتبها اهو عشان تاخد بالك منها، على س ذات اكبر اس في المقام، اللي هي مين بقى؟ اللي هي س اس 4. يلا بقى نقسم كده مع بعض، هنقسم شفوي كده مع بعض. ها نهاية لما السين تقترب من الملا نهاية، ها سين أس 4 على سين أس 4 فيها الواحد، سين تكعيب على سين أس 4 يبقى واحد على سين، 3 على سين أس 4 يبقى 3 على سين أس 4، 3 سين تكعيب على سين أس 4 تبقى 3 على سين، زائد 5 سين تربيع على سين أس 4 تبقى 5 على سين تربيع. يلا بقى اي حاجة سين فيها في المقام والسين تقترب من الملا نهاية، سين في المقام ها والسين تقترب من الملا نهاية، الناتج بصفر، يبقى ده بصفر اهو، ويبقى ده بصفر، ويبقى ده بصفر، ويبقى ده بصفر. طيب صفر وصفر صفر، طيب واحد وصفر وصفر واحد، الناتج صفر على واحد، يعني الناتج هيطلع بكام؟ بصفر، اللي هو مين يا استاذ؟ اللي هو جيم. طب ما تيجي نشوف الملحوظة دي يمكن يريحنا الراجل شوية. الراجل بيقول لي إذا كان أكبر أس للمتغير س في البسط أقل، وحطينها بين قوسين يعني طلع 3 والتاني 4، من أكبر أس في المقام، يعني هتلاقي مسألة س تكعيب هنا تحت س أس 4، هتلاقي هنا س تربيع تحت س تكعيب، هتلاقي هنا س أس 5 تحت س أس 7، يعني دايما السين ذات أكبر أس في البسط أقل من السين ذات أكبر أس في المقام، الناتج كام بقى؟ الناتج صفر. يبقى أنا ممكن لو المسألة اختيار من متعدد والسين اللي هنا 3 والسين اللي هنا 4، مش هقول له المعامل على المعامل بقى، لا ده المعامل على المعامل لما يبقى السنتين البسط والمقام متساويين في الأس، إنما هنا البسط أقل، يبقى الناتج يطلع بكام؟ بصفر. يبقى احنا كده خدنا مسألتين، مسألة فيها السين اللي في البسط بتساوي السين اللي في المقام في الأس، ومسألة تانية السين اللي في البسط أقل من السين اللي في المقام. تعال نشوف مسألة كمان. طبعا هتسأل وتقول افرض إن السين اللي في البسط أكبر. تعال نشوف مسألة زي كده. المسألة بتقول نهاية 4 س أس 5 زائد 1 على س أس 4 زائد س تربيع ناقص 1، وبرضه هنا مديني اختيارات، وبرضه أنا بحل المسألة، وبعد ما بحل ببص على الاختيارات. هنحل المسألة وتعال نشوف الملحوظة اللي ممكن تريحنا وتخلينا نحل المسألة دي بمجرد النظر. لو قال لي حل مقالي فبقول له الحل بنقسم على س ذات أكبر أس في المقام، اللي هي مين بقى؟ اللي هي س أس 4. طب ليه يا أستاذ ما بقسمش على س أس 5؟ لا أنا بقسم على س أس 4 علشان أضمن إن المقام فيه واحد، ما أنا لما هقسم س أس 4 على س أس 4 يبقى المقام فيه واحد، يبقى ضمنت إن المقام ما بيساويش صفر. يبقى دايماً إحنا بنشتغل بالمقام ما بنشتغلش في البسط. يبقى في الحالة دي بنقول له إيه؟ تعالى بقى نقسم.
خمسة س أس خمسة، أربعة س أس خمسة على س أس أربعة فيها الأربعة س، زائد واحد على س أس أربعة، أنا بقسم على س أس أربعة، س أس أربعة على س أس أربعة فيها الواحد، زائد س تربيع على س أس أربعة يبقى واحد على س تربيع، ناقص واحد على س أس أربعة. أي حاجة فيها س في المقام بصفر، وأي حاجة فيها س في البسط بما نهاية، يبقى أنا ده بصفر وده بصفر وده بصفر وهعوض، فهيطلع الناتج 4 في ما لا نهاية على 1، 4 في ما لا نهاية بما لا نهاية، وما لا نهاية على 1 تطلع الناتج بما لا نهاية. يا ترى الاختيارات فيها ما لا نهاية؟ أيوه فيها ما لا نهاية. طيب الراجل هنا هيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان أكبر أس للمتغير س في البسط أكبر من اكبر اس للمتغير س في المقام، زي مين يا استاذ؟ نقول له لو جات لك المساله س اس 7 في البسط وس اس 5 في المقام، س اس 3 في البسط وس اس 2 في المقام، س اس 4 في البسط وس اس 3 في المقام، ده اكبر اس فيهم، مش بس بيجي لك كده، في الحاله دي الناتج هيطلع ما لا نهايه. اذا انا اتعلمت احل المساله بمجرد النظر، احل المساله بمجرد النظر، لو اداني مساله زي دي كده وقال لي اكبر اس في البسط بتساوي اكبر اس في المقام، اقول له خلاص انا هطلع المساله الناتج المعامل بتاع البسط على معامل المقام. اذا كان اكبر اس في البسط اقل من اكبر اس في المقام الناتج يطلع بصفر، واذا كان اكبر اس في البسط اصغر من اسف اكبر من اكبر اس في المقام الناتج يطلع بما لا نهايه. تعالى بقى نخش في نوعية تانية من المسائل، بس قبل ما نخش تعالى نشرح لك السين لو دخلت جوه الجذر التربيعي بتزيد. بتزيد ايه يا استاذ؟ نقول له بتاخد دليل الجذر دي وتبقى سين تربيع. طب ولو خرجت؟ نقول له تقسم على التربيع ده فتبقى سين، ترجع تاني. يبقى لما تخش تاخد الدليل بتاعها، الدليل هنا 2، يبقى بقى ما تبقاش سين، تبقى سين تربيع. طب ولو عايزه تخرج يا استاذ؟ تخرج بسين. طيب السين لو دخلت جوه الجذر التكعيبي برضو بتزيد، تزيد ازاي يا استاذ؟ نقول له الدليل بتاعك هنا كام؟ 3، هي كمان تبقى سين اس 3، ولما تيجي تخرج نقسم الدليل الاس على الدليل فيطلع الناتج كام؟ سين. السين لو دخلت جوه الجذر الرابع بتزيد، بتزيد ازاي يا استاذ؟ نقول له تبقى س، مش بتبقى س، بتبقى س اس 4، بتاخد دليل الجذر معاها بتبقى كده، ولما تيجي تخرج بتقسم الدليل ده على الدليل ده ويطلع الناتج س، يعني ما تاثرتش بحاجه، بس كل الحكايه انها لما بتخش ما بتبقاش س، ودي اللي انا عايزك تفهمها. امال بتبقى ايه؟ نقول له بتاخد الاس بتاع الدليل معاها. طب ولو كان جذر خامس يا استاذ؟ السين دي لو دخلت جوه هنا ما بتبقاش سين، بتبقى ايه؟ بتبقى سين اس 5. يبقى السين لو دخلت جوه اي جذر من الجذور بتاخد، بتبقى اس دليل الجذر جوه الجذر. طب بنعمل بيها ايه دي يا استاذ؟ نقول له تعالى معايا، احنا هنا دلوقتي هنقسم على اكبر اس في المقام على س ذات اكبر اس في المقام، اللي هي مين بقى؟ نقول له الجذر التكعيبي لس تكعيب، اخدها بجذرها فيطلع الناتج زي ما علمتك، اقسم اللي جوه على اللي بره فتطلع بس، يبقى انا هقسم على س. طب لو هخش هنا هتبقى اسمها س؟ لا، خلي بالك انت علمتني ده جذر تربيعي، لما اخش اقسم هنا مش هتبقى اسمها س. طب يلا معايا بقى نهايه س تقترب من الملا نهايه، لجذر س تربيع انا هقسم وهو على س، داخل اهو بدخل السين عشان اقسم بيها، اقول له س تربيع على س تربيع، السين اللي انا داخل بيها اللي انا قررت ان انا اقسم بيها هتبقى س تربيع هنا، زائد 3 على س تربيع. وهنا الجذر التكعيبي انا هخش اقسم على الناس دول، فانا داخل بسين لان انا قلت لك هنقسم على سين، بس مجرد ما بخش السين دي ما بتبقاش سين، بتبقى سين تكعيب، فبقول له سين تكعيب على سين تكعيب ناقص 5 على سين تكعيب. س تربيع على س تربيع فيها الواحد، س تكعيب على س تكعيب فيها الواحد، انما دي 3 على س تربيع بصفر، ودي 5 على س تكعيب بصفر، يبقى الناتج 1 على 1 اللي هو بيساوي كام؟ 1. ويبقى الاختيار بتاعنا اللي هو ايه؟ د. تاني يا مستر مش فاهم. نقول له تاني خلي بالك السين انت قررت تقسم على س، بس انت داخل جوه جذر، قبل ما تخش جوه جذر اعرف الدليل بتاعه كام؟ الدليل بتاعه 2 يا استاذ، يبقى السين دي هتبقى سين تربيع. بتترقى
السين بتترقى، بتاخد الدليل بتاع الجذر، بتبقى يبقى اس بتاعها، ولما اخش اقسم هنا بتاخد الدليل ده، فبتبقى سين تكعيب. تاني مستر من فضلك شوف لي مسألة تانية عشان افهم اكتر. نقول له تعالى نشوف مسألة تانية. مسألة بتقول نهاية الجذر التكعيبي ل 8 س تكعيب ناقص 5 س زائد 1 على 3 س ناقص 2. طبعا زي كل مرة بنقول بنقسم على أكبر أس في المقام، اللي هو مين؟ اللي هو السين. هقسم هنا على س، طب ولما أخش هنا هقسم على س، هتخش بس وبنقسم على س، لكن لما بتخش السين بتبقى إيه؟ س تكعيب. يبقى هنقول له نهاية 3 س على س، انا بقسم على س ناقص 2 على س. يلا نخش جوه الجذر التكعيبي. السين اللي انا جاي بيها اقسم بيها هتترقى، فهتبقى س تكعيب، يبقى 8 س تكعيب على س تكعيب ناقص 5 س على س تكعيب زائد 1 على س تكعيب. س تكعيب على س تكعيب فالواحد، فدي بقت 8 خلاص، وهنا س على س فالواحد، دي بقت 3 خلاص. لكن اي س في المقام والس تقترب من الما لا نهايه، الس في المقام والس تقترب من الما لا نهايه، الناتج يطلع صفر، يبقى ده بصفر اهو، وده كمان بصفر، وده كمان بصفر. ها طب وايه يا استاذ؟ نقول له دي بقت 8، الجذر التكعيبي لل8 2، ودي بقت 1، 3 في 1 ب3، والناتج يطلع 2 على 3. سهلة جدا، بسيطة، ما فيهاش حاجة. أهم حاجة تعرف السين بيحصل لها إيه لما تخش جوه الجذر التربيعي أو جوه الجذر التكعيبي أو كده. طيب لو كانت المسألة فيها أقواس نعمل إيه يا مستر؟ نقول له لو أنت شاطر في ضرب الأقواس اضربهم، يبقى هتضرب القوس ده في القوس ده عشان يطلع مقدار، وتضرب القوس ده في القوس ده علشان يطلع مقدار. طب انا يا استاذ مش بغلط في الحكايه دي، نقول له خليهم زي ما هو ما تضربهمش، امال اعمل ايه؟ تعالى نضرب بس السين دي في السين دي بكام؟ بسين تكعيب، والسين تربيع دي في السين دي بكام؟ بسين تكعيب. يبقى اكبر اس في البسط بيساوي اكبر اس في المقام. في الحاله دي بتعمل حاجه من الاتنين، يا اما بتبدا تاخد معامل كل قوس فتيجي تقول له الحل 2 على 3 في 4 على 5، لانه اكبر اس في البسط بيساوي اكبر اس في المقام. يبقى بتاخد المعاملات بتاعت كل قوس، معامل السين هنا 2، معامل السين تربيع 3، معامل الاربعه سين هنا 4، معامل الخمسه سين هنا 5، وتقول له الناتج 8 على 15. ويبقى ده حل اسمه الحل السريع. طب الحل البطيء شويه يا استاذ، نقول له في الحاله دي نقسم كل قوس على السين بتاعتها. فتعال معايا بقى في الحل الاخر اللي هو نهايه، هقسم القوس ده على السين لانه اكبر حاجه فيه سين، يبقى نقول له 2 سين على سين فال 2 زائد 3 على سين. طب والقوس ده يا استاذ نقسمه على السين بتاعته، سين تربيع، يبقى هقسم على سين تربيع تبقى فيها الاربعه ناقص 5 على سين تربيع، وهنا هقسم على س تربيع فهتبقى 3 ناقص 8 على س تربيع. طيب وهنا هقسم على س تبقى 5 ناقص 3 على س. وبالمنظر ده، ده بصفر وده بصفر وده بصفر وده بصفر، وهيطلع نفس الناتج اللي انا قلت لك عليه، 2 في 4 ب 8 و3 في 5 ب 15. يبقى يا اما احلها بس اتاكد الاول انه س ذات اكبر اس في البسط بتساوي س ذات اكبر اس في المقام. طب افرض الس اللي في البسط طلعت اقل، يبقى الناتج يطلع بصفر. طب افرض طلعت اكتر، يبقى الناتج يطلع بما لا نهايه. لكن هي الفكره في انه لما يبقى يساوي بنبدا ناخد المعاملات، اخد معامل القوس ده واخد معامل القوس ده واخد معامل القوس ده واخد معامل القوس ده. واحد يقول لي لا انا عايز اقسم يا مستر، نقول له اقسم كل قوس على السين بتاعته. القوس ده فيه سين يبقى نقسم على سين، القوس ده فيه سين تربيع يبقى نقسم على سين تربيع، القوس ده فيه سين تربيع يبقى نقسم على سين تربيع، القوس ده فيه سين اقسم على سين. يبقى مره تانية، واحد يقول لي لا انا يا استاذ هضرب القوسين دول في بعض وهضرب القوسين دول في بعض ومش هغلط. شاطر، وحل بعد كده. طب اتنين، واحد يقول لي انا هتاكد الاول السين اللي في البسط اكبر اس للسين اللي في البسط بتساوي اكبر اس للسين اللي في المقام، بعد كده هاخد معاملات كل قوس. ماشي. واحد تاني يقول لا انا هقسم بعد ما اتاكدت، هقسم على كل سين
في القوس بتاعها، هنا دي فيها سين هقسم على سين، هنا دي فيها سين تربيع هقسم على سين تربيع. طيب ما تيجي نقرا الملحوظه، بيقول لي في مسائل الاقواس يجب التاكد اولا ان اكبر اس للبسط بيساوي اكبر اس للمقام. لازم اتاكد هو الوضع ايه، السين اللي هنا فيها ايه والسين اللي هنا فيها ايه، لو كانوا بيساووا بعض يبقى نقسم كل قوس على السين اللي موجوده فيها، هنا فيها سين يبقى اقسم على سين، هنا فيها سين تربيع، او ممكن ناخد معامل كل قوس، المعامل بتاع السين هنا 2، المعامل هنا 4، يبقى 2 في 4، المعامل هنا 3، المعامل هنا 5، يبقى 3 في 5 واطلعها بمجرد النظر واحل المساله ما فيهاش اي مشكله. تعالى بقى ناخد مسألة يعتبر برضو فيها تفكير شوية. الراجل بيقول لي إذا كانت 4 ألف سين أس نون ناقص 4 سين زائد 5 على 8 سين تربيع ناقص 9 سين زائد 3 بتساوي 3، يعني طلع لها ناتج. طالما طلع لها ناتج والناتج مش صفر وكمان الناتج مش ما لا نهاية، يبقى أكيد أس البسط ذات اكبر اس في البسط بيساوي س ذات اكبر اس في المقام، لازم الاثنين يبقوا يساووا بعض. ما انا ببص على الناتج، لو صفر يبقى اكبر اس في البسط اقل، لو ما لا نهايه يبقى اكبر اس في البسط اكبر، لكن طالما طلع ناتج يبقى لازم اللي هنا يساوي اللي هنا. يبقى انا ببص على اللي تحت الاقيه تربيع، يبقى على طول اقول له ايه، س اس نون هتساوي س تربيع، ويبقى اقول له ساعتها النون هتطلع بكام؟ باتنين. سهله بسيطه خالص، المساله لها ناتج يبقى لازم الاس اللي هنا بيساوي الاس اللي هنا. طيب بعد كده نقول له ايه، اعدلها بقى، فهتبقى المساله عباره عن 4 الف س اس 2 ناقص 4 س زائد 5 على 8 س اس 2 ناقص 9 س زائد 3 لما الس تقترب من الملا نهايه بتساوي 3. طب ما هو أس البسط بيساوي أس المقام يا أستاذي، الناتج المعامل على المعامل، يبقى 4 ألف على 8 بتساوي 3. طيب ما تضرب طرفين في وسطين، يبقى إذا 4 ألف بتساوي 24، يبقى في الحالة دي الألف بتساوي كام؟ 6. يبقى أنا طلعت الحلين نون ب2 وألف ب6. يا ترى الحل فين من دول؟ هو هنا قال لي ألف ب2 ونون ب6؟ لا، قال لي ألف ب3 ونون ب3 برضه لا، هنا بقى قال لي ألف ب6، أه دي صح، وقال لي نون ب2، يبقى هو الإجابة رقم ألف. يبقى المسألة دي بتعتمد على الفكرة الأولانية، الملحوظات اللي احنا قلناها في الأول، إنه إذا كان أكبر أس في البسط بيساوي أكبر أس للمقام للمتغير س، يبقى الناتج المعامل على المعامل. وساعتها برضو لو انت حطيت السين هنا اس نون اقول له لازم دي 2 ودي 2 لان الناتج هنا 3. الناتج هنا هعرف منه انت كنت بتعمل ايه هنا، لو صفر يبقى اكبر اس في البسط اقل من اكبر اس في المقام، لو ما لا نهايه يبقى اكبر اس في البسط اكبر من اكبر اس في الايه في المقام، لكن لو عدد يبقى لابد ان يكون اس البسط بيساوي اس المقام، فبقول له بما ان المقام 2 يبقى البسط برضو لازم يبقى كام؟ 2. طيب عايزين نعرف ألف، نقول له طيب ما هو ده لما يبقى 2 وده لما يبقى 2 يبقى المعامل هنا 4 ألف على المعامل هنا 8، وانت مطلع الناتج كام؟ 3. يبقى نضرب طرفين في وسطين اطلع الألف. تقريبا كده احنا اخدنا الافكار العامة للدرس بتاع الملا نهاية. ندخل بقى في الدوال المثلثية. نهاية الدوال المثلثية، الدوال المثلثية يعني الجا، يعني الجتا، يعني الظا، وهي نوعين من التعامل، في نوع منه بالتعويض وفي نوع منه قانون. امتى يبقى بالتعويض؟ لما تجيني الجا لوحدها مش مقسومة على حد ولا مضروبة في حد، فيجي يقول لي مثلا نهاية جا س لما السين تقترب من الألف أعوض بالسين فتطلع بجا ألف. لما يجي المسألة كده نهاية جتا س لما السين تقترب من الألف بعوض بالسين مكان بالألف فتطلع بجتا ألف. نهاية ظ س لما السين تقترب من الألف برضو بعوض مكان السين ألف فتطلع ظ ألف، ويبقى النوعية دي بنسميها النوعية بالتعويض. إمتى يا أستاذ أحل بالنوعية دي؟ لما تجيلك الجا لوحدها، لا مضروبة على حد ولا مقسومة على حد ولا أي حاجة، نهاية جا س بس، في الحالة دي بعوض.
طب يا استاذ امال القانون ده بيجي ازاي؟ نقول له ساعتها بنقسم نهايه جا الف س على ب س لما الس تقترب من الصفر. وبيشترط هنا في المساله دي انه الس لازم تبقى مقاسه بالتقدير الدائري، يعني بالباي 2 باي 3 باي، باي على 3 تبقى الس معموله بالتقدير الدائري. ساعه الحكايه دي اقول له الناتج يطلع الف على ب، باخد معامل الجا واخد معامل الس واقول له الف على ب. القانون ده ينفع للجا وينفع للظا، نهاية ظا ألف س على ب س لما الس تقترب من الصفر نقول له بتساوي ألف على ب، حيث س مقاسة بالتقدير الدائري. تالت حاجة اللي هي نهاية جتا س لما الس تقترب من الصفر، دي المفروض تبقى بالتعويض هنا، بس أنا بجيبها لك عشان تبقى بالصفر هنا هتعوض، فهتطلع بكام؟ بواحد. لكن الجتا نفسها ملهاش قانون، يعني مفيش قانون اسمه نهاية جتا س على س. القانون للجا وللجتا والملحوظة انه لما تيجي مسألة نهاية جا س على س حيث المعامل هنا واحد والمعامل هنا واحد الناتج يطلع بواحد. واحد يقول لي طب ما انا لو عوضت يا مستر تبقى جا صفر على صفر تطلع كمية غير معينة، طب امال ليه طلعت بواحد؟ نقول له تعالى بقى للناس اللي كانت عايزة تعرف النهاية بيانيا، الرسمة بتاعت جا س على س بتبقى بالمنظر ده، وانا عايز اجيب النهاية عند س بتساوي صفر، لمجرد ما بعوض هتطلع غير معرفة لانها واضح انها مفتوحة. طب امال نعمل ايه؟ نقول له ناخد النهاية يمين، نهاية يمين اللي بنسميها احنا دالة صفر يمين، هناخدها قدام شوية، بالزائد كده يمين، تطلع بكام بقى؟ عوض كده فهتطلع بواحد. طب ناخد النهاية شمال اللي هي هنجي من هنا، تعوض هنا كده تلاقيها برضو بكام؟ بواحد. يعني انت بتعوض بالنهاية، ما بتعوضش بالصفر مباشرة، لانك لو عوضت بالصفر مباشرة غير معرفة. اللي انت لو عوضت بيها هنا برضو هتطلع كمية غير معينة لانها طالعة صفر على كام؟ على صفر. لكن هي لما بنيجي ناخد بنقرب من الدالة يمين الصفر وشمال الصفر، يمين الصفر وعوضت تطلع بواحد، شمال الصفر وعوضت هتطلع بواحد، علشان كده نهاية جا س على س بتطلع بواحد بيانيا تفهمها اكتر. طيب تعال بقى هنا نهاية ظا س على س رسمتها بتبقى ازاي يا استاذ؟ رسمتها بتاخد فرعين هنا وفرع عامل زي الدالة التربيعية كده، وانت برضو لو عوضت بالصفر هنا كده هتبقى غير معرفة او غير معينة، لان انا لو عوضت بالصفر هنا وعوضت بالصفر هنا هتبقى كمية غير معينة. طب اعمل ايه يا استاذ؟ نقول له تعالى قرب من الصفر، ما تعوضش بالصفر، قرب من الصفر يمين وقرب من الصفر شمال. لو قربنا من الصفر يمين هتدي ايه؟ هتدي واحد، اللي هو دالة صفر يمين طالعة بواحد. طيب قرب من الصفر شمال اللي هو بالشمال اللي هو بالناقص، بتقرب بيها كده هتطلع برضو بواحد، واذا كانوا الاتنين بيساووا بعض يبقى نهاية الدالة تطلع بكام؟ بواحد. علشان بس انا حبيت اقنعك ما تبقاش العملية بس قانون وبقوله لك وتحفظه، لا ده كمان بنفكرك بالنهاية بيانيا، لانه النهاية بيانيا دي معمولة مخصوص للدوال الغير معرفة عند نقطة، يعني الصفر مش معرف عند النقطة هنا بكام، عند س بتساوي صفر مش معرفة، لكن طب هي مش معرفة هنفضل كده مش معرفة، فبقرب منها يمينا وبقترب منها شمالا، عشان كده دايما احنا ما بنقولش س تساوي صفر. ما انت لازم تفكر ليه ما بنقولش س بتساوي صفر، لا احنا بنقول س تقترب من الصفر، يعني انا بقترب من الصفر من هنا وبقترب من الصفر من هنا، علشان كده الناتج بيطلع واحد بيانيا، وهنا نفس الكلام الناتج بيطلع واحد بياني. ازاي استفيد من القانون ده يا استاذ؟ تعالى معايا افكرك بس بالقانون اللي احنا كنا اخدناه لانك ربما تكون نسيته، نهاية جا الف س على ب س لما الس تقترب من الصفر الناتج يطلع الف على ب، ونهاية ظا ألف س على ب س لما الس تقترب من الصفر الناتج برضو يطلع ألف على إيه؟ على ب، ولو مقلوبة الناتج يطلع المعامل اللي في البسط على المعامل اللي في المقام.
يلا نحل بسرعة بقى شوية المسائل البسيطة دي، هي تدريب على القانون ده. فنهاية جا 3 س على 4 س، لما الس تقترب من الصفر نقول له تطلع ب 3 على 4 ومش محتاجة حاجة. ونهاية مقلوبة اهي قدامك، نهاية 5 س على جا 2 س، الجواب اللي في البسط اكتبه في البسط واللي في المقام اكتبه في المقام، فالناتج يطلع 5 على 2. شوف هنا المسألة هنا بقى، نهاية 2 س على 3 س لما الس تقترب من الصفر الناتج يطلع 2 على 3. طيب مقلوبة اهي الس الأول وبعدين الظا، الناتج يطلع اللي في البسط اكتبه واللي في المقام اكتبه، يبقى بيقول لي نهاية 3 س على ظا 7 س لما الس تقترب من الصفر أقول له بتساوي 3 على 7. كل هذه الأمثلة البسيطة مجرد تدريب على القانون اللي عندك، والقانون ده لما الألف تساوي 1 والب بتساوي 1 يديني القانون اللي احنا كنا بنتكلم عنه واللي احنا أخدنا النهاية عنه بيانيا، اللي هو نهاية جا س على س تساوي 1، وعلى فكرة ده قانون مشهور جدا، ونهاية ظ س على س لما الس تساوي تقترب من الصفر. بقى دايما انا هتلاقيني بقول لك تقترب، عمري ما هقول لك تساوي، لان احنا فاهمين انه عند الصفر هتبقى غير معينة، وبالتالي احنا ما بنقولش عند الصفر، احنا بنقول س تقترب من الصفر، وبالتالي الناتج هيطلع بواحد. يعني دول يعتبروا 4 قوانين، معانا كمان قانون اللي هو نهاية جا س على س لما الس تقترب من الصفر بواحد، ونهاية ظا س على س لما الس تقترب من الصفر برضه بكام؟ بواحد، ودي بنسميها قوانين نهاية الدوال المثلثية. لو المسألة ما فيهاش على وجا بس يبقى الحل بالتعويض، عشان كده بقول لك الدرس ده نوعين، نوع بالتعويض ونوع بالقانون. اللي بالتعويض بتدي لك جا وبتعوض، حتى مش بالضروري تبقى س دائرية، ممكن تبقى س بالقياس الستيني عادي، لكن لما تبقى في القانون هنا لازم تبقى س بالقياس الدائري. عندي ملحوظة برضو لازم ناخد بالنا منها، لان احنا ممكن نغلط فيها لما تبقى، خد بالك بس عشان انت برضو ممكن تقول ايه ده، ما هي يا مستر، لما اجي اقول لك نهاية 3 س تربيع على 2 س تربيع، وهنا اجي اقول لك نهاية ج تربيع 3 س على 2 س تربيع، هنا الزاوية هي اللي تربيع وهنا الجا هي اللي تربيع. انت ممكن تتخيل انه نفس الارقام ونفس الجا، فتقول لي دي المسألة دي هي. هو المفروض ان القانون بيقول جا الزاوية على زاويتها الناتج المعامل على المعامل، هنا الزاوية س تربيع ومقسومة على نفس الزاوية، فهقول له الناتج يطلع 3 على 2. إنما هنا الجا مربعة، فهقسم هحللها أقول له جا 3 س في جا 3 س، لأنها جا التربيع على الجا مش على الزاوية. وهنا ممكن آخد 2 س هنا وآخد س هنا. في الحالة دي الناتج يطلع 3 على 2، والناتج هنا يطلع 3 فتطلع 9 على 2. فرق ما بين التربيع لما يبقى على الزاوية والتربيع لما يبقى على الجا، التربيع لما يبقى على الجا نفكه نخليه جا في جا، وكل جا نقسم لها على س. طب ده 2 س تربيع، ناخد واحد هنا ب 2 س والتاني هنا بس، ونقول له دي الحل بتاعها 3 على 2، انما دي الحل بتاعها 3. بص بقى الناتج هنا غير الناتج هنا خالص. للمشاهد العادي واحد يجي يقول لك ما هي يا مستر، ما دي هي دي، نقول له لا، هنا الزاوية هي اللي تربيع، هنا الجا هي اللي تربيع، فتفرق. فلما تبقى الجا تربيع او الظا تربيع نفكها جا في جا، وكل جا نقسمها على س. فتعال ناخد مثال هنا يوضح الحكاية دي. هنا يا ترى الظا هي اللي تربيع ولا السين هي اللي تربيع الظا؟ فهقول له يبقى الحل عبارة عن ظا 2 س في ظا 2 س، فكيت التربيع ظا في ظا، وهنا ممكن اكتب له 3 س في س، ويلا نجيب دي ويلا نجيب دي، دي ب 2 على 3 ودي ب 2، والناتج يطلع 4 على 3، واللي هو الاختيار رقم ألف. أي ما أشوف المسألة فيها ظا تربيع أفكها ظا في ظا، واقسم عليها بقى كل واحدة عايزة س عشان تعمل قانون، فأقول له ظا س على 3 س يطلع الناتج 2 على 3، وهنا ظا 2 س على س يطلع الناتج 2، والناتج الأخير لما أضربهم في بعض يطلع 4 على 3. تعال نشوف بنحل المسألة إزاي. كتير من المسائل بتيجي بالمنظر ده أو بالمنظر ده.
انا بحاول اقسم على كل البسط والمقام على سين بحيث يخدمني في القانون، ولو المسألة فيها ظا تربيع اقسم على سين تربيع، يعني مش الحكاية والسلام. يبقى انا هاجي اقول له هنا كده الحل بنقسم على سين بسطا ومقاما، بنقسم على سين بسطا ومقاما. يلا نقسم كده، 2 س على س فيها الاتنين، 3 جا س على س تبقى 3 جا س على س، 3 س على س فيها التلاتة، زائد ظ س على س، دي بكام بقى؟ دي بواحد. طب ودي بكام برضو؟ دي بواحد. طب لما السين تقترب من الصفر، دايما هتلاقيني بقول لك تقترب. ليه؟ لانك انت لازم تفهم النهايه بيانيا انك مش بتعوض بالصفر، انت بتعوض بسين تقترب من يمين وسين تقترب منين؟ من الشمال. وبالتالي المقام 3 وهنا في 1 يبقى 4، البسط 2 ناقص 3 في 1 ب 3، واخيرا الناتج يطلع سالب 1 على 4. يبقى الفكره ان انا بقسم على سين عشان اعمل قانون. طب هنا في ظا تربيع يا استاذ، وهنا في جا س تربيع، يبقى انا محتاج اقسم على س تربيع سواء لدي او لدي، يبقى هاجي اقول له بالقسمه على س تربيع بسطا ومقاما لما السين تقترب من الصفر، فيبقى نهايه اقسم معايا على س تربيع، س تربيع على س تربيع فيها الواحد، زائد دي ظا تربيع، يبقى هقول له 5 ظا 3 س في ظ 3 س، وهقسم هنا على س في س، س في س بس تربيع، يبقى انا كده قسمت على س تربيع، وهقسم هنا على س تربيع يبقى فيها الاربعه، وهنا الزاويه هي اللي تربيع، يعني جا 2 س تربيع على س تربيع، المفروض ان انا بقسم الزاويه على زاويتها. يلا بقى نطلع الناتج. لما الس تقترب من الصفر، فوق 1 زائد 5 دي بكام بقى؟ دي ب 3، ظ 3 س على س فيها التلاتة. طب ودي بكام بقى؟ دي كمان ب 3 اهو، يبقى ظ تربيع فكيتها ظ في ظ، كل واحده ظ 3 س وظ 3 س، وقسمت كل واحده فيهم على س، يعني قسمت على س تربيع. هنا 4 ناقص دي بقى، انا ما فكيتش الجا، هي جا واحده، يبقى هاخد المعامل على المعامل يطلع بكام؟ ب 2. تحت 4 ناقص 2 2، انما 3 في 3 ب 9، في 5 ب 45، و1 يبقى 46، 46 على 2 الناتج يطلع 23. واحنا بنقسمهم وكأن بنشتغل زي مسألة الملا نهاية، لان انا بقسم كله على حاجة واحدة، بس انا هنا قبل ما بشتغل بدور على اللي يخدمني، على اللي يفيدني، انا عايز اعمل قانون فبقسم على س، هنا برضو عايز اعمل قانون فبقسم على س تربيع. عندي ملحوظة مهمة جدا، أو يعتبر 3 ملحوظات، الراجل بيقول لي إن نهاية 1 ناقص جتا س على س لما الس تقترب من الصفر بيساوي صفر. وبرضو من ضمن الملحوظات اللي احنا بناخدها، وده خد بالك بتيجي كتير في الامتحان، إن نهاية جا س على س لما الس تقترب من الصفر بس الس مقاسة بالتقدير الستيني الناتج يطلع باي على 180. الله يا استاذ، مش انت قلت 1؟ قلت 1 لو السين مقاسه بالتقدير الدائري، لكن لو السين مقاسه بالتقدير الستيني الناتج يطلع باي على 180. ونهايه ظا س على س لما السين تقترب من الصفر والسين مقاسه بالتقدير الستيني الناتج يطلع باي على 180. الملحوظه دي مهمه وبتيجي كتير في الامتحان، وخلي بالك من حتة سين مقاسة بالتقدير الستيني، لأن احنا كلنا حافظين إن نهاية جا سين على سين لما السين تقترب من الصفر بتساوي 1، ونهاية ظا سين على سين لما السين تقترب من الصفر بتساوي 1، حافظينها. لكن خلي بالك لو جه قال لك إن السين مقاسة بالتقدير الستيني ما بتساويش 1، إنما بتساوي باي على 180، وهنا برضو بتساوي باي على 180. تعال نشوف مسألة كده مهمة جدا اهي، بيقول لي نهاية 1 ناقص جتا س زائد جا س على 1 ناقص جتا س ناقص جا س. خلي بالك من الملحوظة اللي انا قلتها لك من شوية، ان نهاية 1 ناقص جتا س على س لما س تقترب من الصفر الناتج يطلع بصفر.
طب هل الكلام ده يطلع بصفر؟ نقول له تعالى نشوف، تعالى نعمل، نقول له بالقسمة على سين بسطا ومقاما. بس وانا بقسم على سين هاخد الاثنين دول واقسمهم على سين على سين علشان اعمل الشكل ده، فهعمل كده، خد بالك معايا، هقول له واحد ناقص جتا سين على سين زائد ج سين على سين، وهنا نفس الكلام هقول له واحد ناقص جتا سين على سين ناقص ج سين على سين. مش قسمت الواحد على سين والجتا على سين، لا، انا خدت الواحد ناقص الجتا كلها رحت قاسمها. ليه يا مستر؟ علشان اعمل شكل القانون ده. وبالمنظر ده لو دخلت النهاية دي على دي الناتج بصفر، وعلى دي الناتج يبقى هنا صفر وهنا يبقى واحد، ولو دخلت النهاية دي هنا الناتج هيطلع بصفر حسب القاعدة دي، وهنا هيطلع بواحد يبقى سالب ايه؟ واحد. ونقول له صفر زائد واحد بواحد، وصفر ناقص واحد بسالب واحد، والناتج الاخير يطلع بسالب واحد. مسألة بسيطة جدا بس تعتمد على فكرة انه نهاية واحد ناقص جتا س على س بتساوي صفر. الحقيقة ان برهانها، لان احنا لازم نقنعك ان الكلام ده صح، برهانها يعتمد على قانون في حساب المثلثات بتاخده في الترم الثاني اللي هو ضعف الزاويه وكلام من ده، فمش هقدر ابرهنها لك، لكن هي قانونا صحيحه يعني. تعال نشوف مساله كمان وافكار تانية، يعني دايما دايما حاول تحل كتير عشان تتعرض لافكار كتيره. هو بيقول له نهايه سين وافتح قوس ظ على 4 على س زائد ج على 3 على س. السين دي لو حبيت انزلها تحت بحيث انها لما ترجع لاصلها تبقى برضو س، خد بالك هعمل فيها ايه؟ هقول له ادي ظ 4 على س زائد ج 3 على س، وهخلي دي السين دي تنزل 1 على س، بحيث انه لو عايز ارجع في كلامي تاني اقول له مقام المقام يطلع بسط. يبقى السين دي لو حبيت انزلها تحت ما انزلهاش س، امال تنزلها ايه؟ انزلها 1 على س. طب ليه يا استاذ؟ نقول له ارجع في كلامك كده بقى، وعايزين نشوف س دي في مكانها ولا مش في مكانها. نقول له عندنا قاعده بتقول ايه؟ مقام المقام يطلع بسط، فتطلع هنا، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. لما الس تقترب منين؟ من الصفر. لما يبقى عندي مقام والبسط مقدارين يبقى كل حد من الحدود يتقسم على المقام. لما يبقى في البسط مقدار مقدارين 3 4 وعندي مقام، يبقى كل حد من حدود البسط يتقسم على المقام، فهقول له يبقى نهاية ظ 4 على س على 1 على س. خلي بالك الزاوية 1 على س، المعامل 4. لما الس تقترب من الصفر زائد نهاية ج 3 على س على 1 على س. خلي بالك الزاوية 1 على س. طيب الجواب هنا كام؟ الجواب 4. طب والجواب هنا كام؟ الجواب 3. والجمع يطلع بيساوي كام؟ 7. شايف هنا المسألة ما كانتش شكل القانون خالص. أنت بقى عندك القانون قدامك وفي دماغك وبتحاول تطوع المسألة لغاية لما تبقى شكل القانون. عملنا إيه؟ نقول له السين دي نزلتها. سهل كده انزلها يا استاذ براحتي؟ لا، انت تنزلها بحيث لو رجعت تاني ترجع. يبقى بنزلها ايه بقى؟ بنزلها 1 على س، ما نزلهاش س. وبعدين ابدا اوزع الحدود بتاعه البسط على المقام، فاقول له ظ 4 س على 1 على س، وهنا ج 3 س على 1 على س. لما الس تقترب منين؟ من الصفر. هنا هاخد المعامل 4 وهنا المعامل 1، وهنا هاخد المعامل 3 وهنا المعامل 1، الناتج يطلع 4 زائد 3 فيطلع كام؟ 7. تعال نشوف مساله كمان. نهايه ج 3 س ناقص 12 على س ناقص 4 لما س تقترب من الـ4. يا مستر الدرس من اوله لاخره س تقترب من الصفر، انت هنا كاتب لي س تقترب من الـ4. نقول له فيها ايه لما تدخل الـ4 جوه؟ فهتبقى المساله كده نهايه س ناقص 4 تقترب من الصفر، ويبقى هو ده وكانه هو ده الس بتاعتي. وتعالى بقى يبقى دي س ناقص 4 اللي هي زي الس بتاعتك القديمه، وهنا هاخد ج 3 عامل مشترك، فهتبقى هنا س ناقص 4، 3 س على 3 فيها س، 12 على 3 فيها الـ4. لو مش واخد بالك، ايه رأيك لو قلت له س ناقص 4 دي اسمها ص؟ يبقى ساعتها هتبقى نهايه ص تقترب من الصفر على ص، وهنا ج 3 ص. انا شلت كل س ناقص 4 عوضت عنها بص.
فبقت المسألة شبه القانون وبقت سهلة خالص، وأقول له المعامل على المعامل فتطلع 3 على 1 ب3. يا ترى بقى الاختيارات اللي مدهاني أنا جايب الإجابة صح، نقول له الإجابة ألف. شايف هنا برضو المسألة مش شكل القانون، 1 س تقترب من الأربعة، عملت إيه؟ نقول له دخلت الأربعة جوه فبقت س ناقص 4 تقول من الصفر، وتحت س ناقص 4 وخدت عامل مشترك 3 فبقت هنا س ناقص 4. شفت المسألة ممكن أكون مش قادر أستوعبها قوي، رحت قلت له إيه رأيك لو شلنا س ناقص 4 دي من كل حاجة وسميناها صاد؟ نقول له ماله، دي س ناقص 4 سميها صاد، دي س ناقص 4 خليها جا 3 ص، دي س ناقص 4 تبقى ص. بقت المسألة شبه القانون بالظبط، بس بدل ما هو س بقى ص، تقترب من الصفر جا 3 ص على ص، نقول له المعامل على المعامل فتطلع الناتج كام؟ 3. تعال نشوف مسألة كمان. ها هنا س ص س، يعني عايز اقسم على س، وهنا جا تربيع 3 س، يعني عايز اقسم على س تربيع. اقسم على مين؟ اقسم على اكبر اس اللي هو س تربيع. هقسم على س تربيع، يبقى هقسم هنا على س تربيع، واحده منهم اقسمها على دي وواحده اقسم على دي. يبقى نيجي نقول له ايه، خلي بالك القرار قرارك انت، يعني انت اللي لازم تفكر اقسم على ايه. فباجي اقول له ايه، انا عندي جا تربيع، جا تربيع دي يعني جا في جا، انا محتاج س تربيع، س وس. لو قسمت على س يبقى جا هتتقسم على س والجا التانية مش هتتقسم، يبقى ضروري اقسم على اكبر اس اللي هو س تربيع. يبقى نيجي نقول له ايه، نقسم على س تربيع، فهتبقى ايه بقى، خد بالك معايا وانا بقسم على س تربيع، س تربيع دي متقسمه س2، س وس، س منهم اقسمها على س والس التانية اقسمها على ظ س، يبقى س على س فيها الواحد وظ س على س تبقى كده. راحت فين السين دي يا استاذ؟ ما انا بقسم على س تربيع، واحده منهم اتقسمت على السين فالواحد، والتانيه اتقسمت على الظا اهي قدامك، وانا هقسم هنا على س تربيع فالاربعه، وهنا اكتبها جا 3 س في جا 3 س، وهاخد س هنا وهاخد س هنا. يلا بقى لما السين تقترب من الصفر، لما السين تقترب من الصفر والنهايه تخش على دي فيها الواحد، والنهايه تخش على دي فيها الثلاثة، والنهايه تخش على دي فيها الثلاثة، وهو النهايه يا استاذ ما تخشش على الاربعه، تخش بس نهايه العدد الثابت فيها الاربعه برضو، وبالتالي الناتج 1 على 4 ناقص 3 في 3، يبقى الناتج بيساوي 1 على 4 ناقص 9، يبقى الناتج -1/5. يا ترى الاجابه دي موجوده ولا احنا غلطنا ونعيد تاني ونراجع تاني؟ نقول له تعالى نشوف، ا ب2 ب -5 ج ب1 د ب0، الله ما انت مطلعها -5 يبقى نختار ب. تعالى نشوف مساله كمان. المساله فيها جذر، والجذر بيفكرني بالمرافق، يبقى لابد ان انا اضرب في المرافق، لانه لو عوضت مباشرة هتدي 0/0. يبقى على طول كده قبل ما اشتغل اقول له بالضرب في مرافق المقام، مش مرافق اي حد، مرافق المقام اللي هو جذر س زائد 2 زائد جذر 2 على جذر س زائد 2 زائد جذر 2، بضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما. اضرب معايا بقى، يبقى نهاية لما السين تقترب من الصفر، ادي جا س اهي هتنضرب هنا فتبقى جا س هنا، ويبقى المقدار ده هنا كده زي ما هو كده، س زائد 2 زائد جذر 2. اما ده عدد في مرافقه، الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، الجذر في الجذر يعطي مداخل الجذر اللي هو س زائد 2، ناقص الجذر في الجذر يعطي مداخل الجذر اللي هو 2. الله، ده موجب 2 يا مستر وسالب 2 راحوا مع بعض. طب ما انا ممكن اخد دول مع بعض كده يا استاذ، دي احنا واخدينها، يبقى هقسم النهايه دي نهايتين، نهايه لدي ونهايه لدي. نقول له ماله، يبقى نهايه جا س على س لما س تقترب من الصفر في نهايه جذر س زائد 2 زائد جذر 2 لما س تقترب من ايه؟ من الصفر. دي نهايتها بكام بقى؟ ب1. طب ودي نهايتها بكام؟ نقول له عوض، عوض بالصفر يبقى جذر 2، ومعايا كام جذر 2؟ يبقى 2 جذر 2، 1 في 2 جذر 2 ب2 جذر 2. صعبة الحكاية؟ سهلة خالص. تعال نشوف مسألة كمان. المسألة بتقول نهاية 3 ظ تربيع س ناقص 4 ظ س زائد 7 على 5
زائد 2 ظا تربيع س، لما س تقترب من الباي على 2. الله، هو الدرس يا استاذ ده دوال مثلثيه ولا هعوض بباي على 2 ولا اعمل ايه؟ خلي بالك من المساله دي، مساله مهمه قوي وحلوه جدا. يعني اولا احنا ممكن نقول له لما س تقترب من الباي على 2 هاخد ظا للطرفين، يبقى ظا س تقترب من الملا نهايه، لانه ظا 90 بملا نهايه لانها بتساوي 1 على 0. وايه رايك كمان انا هسمي ظا س دي بصاد، وفي الحاله دي هتبقى المساله كده. كل لما اشوف ظا س، لان انا دلوقتي المساله بدل ما هي س تقترب من باي على 2 بقت ظا س تقترب من الملا نهايه، هشيل ظا س واقول له صاد تقترب من الملا نهايه، ودي ظا س يبقى 3 صاد تربيع، ودي ظا س يبقى 4 صاد زائد 7، وهنا 5 زائد 2 صاد تربيع. الله، دي قلبت بدل ما تبقى مسألة دوال مثلثية بس بقت مسألة ما لا نهاية. منين كل ده؟ من المسألة دي، س تقترب من باي على 2 وهنا كله فيه ظا، قلت له هاخد ظا للطرفين. فطبعا لما خدت ظا للطرفين بقت ظا س تقترب من ما لا نهاية. فقلت بدل ما اشتغل بظا س هسميها ص. يبقى كل ظا س تقابلني اشيلها واكتب مكانها ص، فبقت كده. تعالى بقى نحلها بمجرد النظر. أكبر أس في البسط ص تربيع، أكبر أس في المقام ص تربيع، يبقى المعامل على المعامل فيطلع الناتج 3 على 2. فكرة جميلة جدا ومسألة مهمة جدا، والنهاردة قدرنا ننجز درسين مهمين جدا. الدرس الثاني ده درس للعلم فقط مش للأدبي، يعني الأدبي أخره المالا نهاية، لكن العلمي ياخد نهاية الدوال المثلثية. احنا الحمد لله كده ماشيين كويس في التفاضل، خدنا النهاردة درسين، درس نهاية المالا نهاية ونهاية الدوال المثلثية، وتقريبا فاضل لنا درسين ونخلص التفاضل. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى الاستفادة لجميع طلابي الشطار. سلام عليكم ورحمة الله.